ما طلعش اخوان يا مكاوي، دي اشهر جمله سمعناها في برومو مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ليه، لكنها اثرت يعني معانا جدا ولمست قلوبنا، وكلنا بقى استوعبنا معناها في احداث المسلسل بمجرد عرضه. احنا معانا دلوقتي على التليفون الممثل والكاتب ياسين الضوي والمعروف باسم يعني عم مكاوي في مسلسل الاختيار. صباح الخير يا استاذ ياسين. صباح الخير او عم عليك مكاوي وعلى بقى. كل المستمعين. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وانت طيب، ويعني مبروك على حضرتك الدور، لكن عاوزين نعرف بقى في البداية اتعرض عليك ازاي الدور ده اصلا، وكواليس كده اللي حصلت قبل ما توافق عليه. والله ما فيش يعني اللي هو في العادي يعني، طبعا ده اسعدني جدا وشرفني، وبعت لي يعني زي كل اللي اسند ليهم الادوار يعني وحصل. بس ما فيش يعني إجراءات معينة ولا يعني حاجة. يمكن مسلسل الاختيار تحديدا أي دور فيه حتى ولو يعني دور من بالظبط أدوار الشرف بيكون يعني بمثابة شرف حقيقي لكل المشاركين فيه، بالظبط وأعتقد في حالة كده موجودة عندكم في الوسط الفني اللي أنتوا بتتصارعوا وبتتمنوا كمان اللي أنتوا تشاركوا في العمل ده، صح؟ طبعا يعني عمل قومي ووطني ويعني يستحق المشاركة فيه طبعا. أكيد. طيب خلينا بقى نقول تفاصيل كده من اللي علقت مع الناس. مشهد كده ظهرت فيه احتفالات أكتوبر وقتلت الرئيس الراحل للسادات، ناديت أنت على القهوجي وقلت له اقفل التلفزيون. المشهد ده بقى يعني شفته إزاي؟ عملته إزاي؟ فكرته إزاي؟ هل كان عندك متابعات لحاجة زي كده في ذلك الوقت؟ كنت شفت فعلا على الحقيقة حاجة زي كده وقت يعني مشهد قتل رئيس السادات فعلا، ولا فكرت فيها إزاي؟ هو كده بالضبط يعني، احنا استدعينا بس المشاعر لأنه يعني قتلت أبطال أكتوبر هم اللي راكبين على أو قاعدين في يعني في صدارة الصورة اللي تحتفل بأكتوبر اللي كانوا بيكذبوها يعني هم نفسهم ما كانوش معترفين بالحرب دي، يعني منهم ناس قالوا إنها كذبة أو تمثيلية أو تذكرين يعني فهم النهاردة اللي قدامنا أهو بيحتفلوا بانتصارات اكتوبر. طبعا احنا استدعينا المشاعر يعني، احنا عشنا كل هذه الاحداث يعني الحمد لله كانت ايام صعبه لكن عدت علينا الحمد لله باراده المصريين. بس عاوز اسال حضرتك سؤال مهم بقى، بتتفرج على مين يعني مع مين على المسلسل دلوقتي، وبتعيش يعني دور بقى المشاهد اللي انا من موقع مش الممثل لا من موقع المشاهد، وانت قاعد على كرسي المشاهد اللي انت بتشوفه من تفاصيل موجوده في المسلسل؟ والله يعني اللي في حسباني كده وانا بتفرج هو منجز الاول، ده إنجاز وثائقي مهم للتاريخ الحديث، هذا المسلسل يكتب التاريخ الحديث لمصر. ده حقيقي. بأمانة وبجرأة لأنه في حقائق لسه هتتضح يعني، ملفات اتفتحت وكده أو جاء أوانها إنها يعني تعلن. فالحقيقة بتفرج كمان على مجهود أو الإنجاز بتاعها مجهود ضخم جدا يعني، بمعنى انه عندك مسلسل فيه 200 ممثل والاف المجاميع والاف اللوكيشنات ووحدات التصوير الكتيره جدا ووحدات الصوت الكتيره جدا، في مجهود كبير قوي اتعمل الحقيقه. صحيح. وده بان في الصوره يعني، لا زال مستمر هذا المجهود. بس احنا بقى غير اللي احنا شايفينه في الصورة، احنا عايزين نسمعه بقى صوت، عايزين نعرف الحكاوي والتفاصيل وانتوا بتصوروا وانتوا المجموعات بتتحرك وانتوا بتاخدوا المشاهد بتاعت الثورة. يعني اعتقد ان التعامل مع المجموعات والتعامل مع هذا العدد الكبير من الناس اللي ممكن يكون فيهم شباب صغير ما لحقوش الثورة، وممكن يكون فيها ناس كبار قدروا يتابعوا ويشوفوا، كل واحد بقى بيمثل بمشاعره. هل بيبقى في حد محتاج يراجع معاكم السكريبت، ولا انتوا لا بتسترجعوا الاحداث اللي حصلت بالفعل اللي عشناها كلنا؟ لا طبعا في سكريبت، في وفي حفظ السكريبت وفي مراجعه وفي كل حاجه طبعا يعني، اصلا مساله ما تنفعش
على الإطلاق في أي نوع من الارتجال يعني. لا مش أكيد في حاجات مكتوبة، أنا بتكلم في الحركة في استدعاء المشاعر من المواقف اللي حصلت. طبعا مفيش كلام، أغلبنا عنده يعني الذكريات اللي تخليه يعمل ذاكرة انفعالية كويسة وهو بيأدي، لأنه عشنا أغلبنا عاش هذه الأحداث يعني. كمان فعلا أغلب الناس صورت ظروف صعبة جدا، لو تفتكروا يمكن كان لسه الأشهر اللي فاتت دي أو يعني الأيام الأسابيع اللي فاتت لما كانت درجة الحرارة فجأة المصريين بالهبوط الشديد ده يعني. صحيح. كنا احنا بنصور بملابس صيف في ملقى الثوى يعني، احنا صورنا مرة في شارع القصر العيني قصاد مسرح السلام في كافيه كده قهوة في المنطقة اللي بره اللي على الرصيف اللي في الشارع. كانت لك أن تتخيل أو لك أن تتخيل يعني درجة الحرارة كانت عاملة ازاي، كنا قاعدين بنترعش الحقيقة فعلا حرفيا يعني. بس اعتقد يعني كللت النجاحات وتوجت يعني في النهايه بحاله القبول والتفاعل الشديد جدا مع المصري او من المصريين مع المسلسل. بس عندي سؤال اخير، لان في بعض الناس بيقولوا ان مكاوي ده المقصود بيه الكاتب والسيناريست مكاوي سعيد، هل ده حقيقي؟ والله لا حقيقه يعني، ما حدش وجه بدأ او حدش طرح الفكرة دي، لكن الشبه موجود طبعا. هو مكاوي سعيد الله يرحمه أنا كنت أعرفه يعني شخصيا، تتطابق صفاته الشخصية الجميلة المصرية العميقة دي مع مكاوي اللي في الدراما، وان كان في اختلافات طبعا، ويمكن التشابه اللي ظهر عشان كده الناس قالت كده يعني. فكره ان يعني حضرتك اديت الدور ببراعه، اديت الدور بحاله من البساطه، وهو ده الاوجه التشابه او يعني التقاسم ما بينك وما بين مكاوي سعيد رحمه الله عليه. يعني كان راجل وطني عظيم وكان طيب، نعم، والناس كلها بتحبه يعني. هذا يعني ده اللي انا بقصده الحقيقه يعني الممثل. انما هو ماهوش يعني مش مكتوب على انه مكاوي سعيد رحمه الله. نعم. يعني بنشكرك وبنهنئك على دورك في مسلسل الاختيار في جزءه الثالث، الكاتب والممثل ياسين الضوي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنهنئك مره ثانيه.